وينضم إلينا للتعليق من نابلس دكتور إياد أبو زنيت أستاذ العلوم السياسية. دكتور إياد، لنبدأ بهذا الخبر الذي أذعناه قبل قليل عن تصويت الهيئة العامة للكنيسة على مقترح يعلن موقفها الرافض لإقامة دولة فلسطينية، بدعوى كما قال الخبر أن الدولة الفلسطينية من شأنها أن تعرض إسرائيل وأمنها ومستقبلها للخطر. كيف تنظر إلى هذا التصويت؟ تحياتي لكم، أسعد الله أوقاتكم. أخي العزيز، بداية، إسرائيل منذ اللحظة الأولى هي لا تطمح إلى إقامة دولة فلسطينية، ولكنها هي تتصرف ضمن سياسة المراحل، وفي كل مرحلة تتذرع بهاجس معين أو بذريعة معينة. إسرائيل دائما ما تقول أن هنالك قلقا وجوديا على وجودها يهدد أمنها الفلسطينيون، وإقامة دولة فلسطينية لم يكن في يوم من الأيام هو نية إسرائيل منذ أن بدأت وحتى هذه اللحظة. وفي ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الموجودة اليوم، يأتي هذا التصويت كتأكيد واضح على أنه هنالك فعلا توجه نحو اليمين في إسرائيل، ولا يوجد مد يد للسلام أبدا ولا إعطاء الحقوق الفلسطينية. التصويت اليوم تأكيد على أنه أي حق للفلسطينيين لن يمنح لهم، لأنه أساسا الدولة التي ستقوم إسرائيل كلها ضدها والتصويت كلها ضدها، وهذا بالضرورة يعبر حتى عن توجهات المجتمع الإسرائيلي، لأن هؤلاء المنتخبين وهذه الحكومة المشكلة هي نتاج هذا المجتمع الموجود، هذا المجتمع الذي تم عسكرته، تم تغطيته أو تعريضه لأيديولوجيات مختلفة. هذه الأيديولوجيات كلها تذهب باتجاه أن لا دولة فلسطينية مستقلة. أعتقد أن هذا الإعلان يأتي في إطار أي أو استباق أي مصالحة فلسطينية أو أي حل فلسطيني يتم الإجماع عليه، أو حتى حل دولي من هذا من قبيل ما. وبالتالي إسرائيل اليوم يعني تؤهل نفسها منذ أن سنت قانون القومية، ومنذ أن شرعت الاستيطان بالضفة الغربية، ومنذ أن زادت هذه البؤر حتى منذ بداية العام لتتضاعف بشكل كبير. اليوم إسرائيل تتحدث عن أن لا مجال لأن يكون هنالك دولة فلسطينية، وهذا بالضرورة يقود إلى التشكيك في حل الدولتين الذي يطرح دوليا. وأين هو الحل؟ أين ستقام هذه الدولة الفلسطينية إن كان بالإمكان إقامتها؟ وما تبقى أصلا أو أساسا من جغرافيا فلسطينية متقطعة الأوصال يمكن إقامة أي دولة فلسطينية عليها؟ أعتقد أن إسرائيل ذاهبة باتجاه تحوير الحل إلى حل لا يوجد فيه دولة فلسطينية، وإنما ربما أقليات فلسطينية موجودة رغم أن الموجود هو أغلبية. ولكن هذا يعني أيضا أن هنالك في نية إسرائيل استكمال أو تخطيط لمشاريع تهجيرية لإفراغ المناطق السكانية الفلسطينية من محتواها الديموغرافي، وبالتالي لا يكون هنالك فلسطينيين موجودين، أو حتى لا يكون هنالك يعني جغرافيا يقيمون عليها. نعم، إذا انتقلنا إلى الخبر الخاص بمباحثات بلينكين مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن يعني بحث الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا إشارة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكين أبدى قلق الولايات المتحدة بشأن الغارات التي توقع المدنيين. كيف تنظر إلى جدية الجانب الأمريكي في دفع المباحثات وفي التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي؟ بداية، أعتقد أن الجانب الأمريكي هو شريك وشريك غير نزيه أساسا، وكل الدعوات التي يصرح بها الجانب الأمريكي تختلف ما بين السلوك والممارسة والخطاب. وبالتالي الخطاب الأمريكي منذ الأيام الأولى كان مؤيد لإسرائيل، تراجع فيما بعد وأصبح هذا الخطاب بسبب الضغط العالمي والضغط الدولي على 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 أمريكا، يقول أنه يعني بالإمكان التوصل إلى حلول، بالإمكان التقليل من حدة الضربات الإسرائيلية إلى آخره. ولكن فعليا وعمليا وعلى أرض الواقع لا يبدو أن هنالك سلوكا مطابقا للخطاب الذي تمارسه أمريكا. وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات تحمل شكلا جديا، بل أذهب إلى أبعد من ذلك، أعتقد أن المشروع الذي يجري اليوم في قطاع غزة هو مشروع أمريكي. وبالتالي إسرائيل أو يعني فلسفة أو محورة الصراع بأنه صراع فلسطيني إسرائيلي فقط، أعتقد أن هذا يعني تحليل في غير سياقه وفي غير محله. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تشرف على تغيير، هذا التغيير هو تغيير جيوسياسي في المنطقة يمر عبر قطاع غزة. وبالتالي لا تقيم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وزنا لا لدماء الأطفال ولا لدماء النساء ولا للضحايا الفلسطينيين. أعتقد أن الموضوع أعمق من ذلك بكثير. كل هذه المليارات التي أنفقت في قطاع غزة في هذه الحرب ومدى همجيتها وعدوانيتها
والتدمير الذي تقوم به إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر أن المدمر لا يذهب باتجاه إعادة إعمار قطاع غزة أو تقليل حجم الضحايا. على العكس من ذلك، لو لاحظنا الإصابات لرأينا أن كل هذه الإصابات هي متجهة باتجاه الرؤوس، هذه الإصابات هي مميتة وقاتلة، التغيير الجغرافي على الأرض هو واضح، كل هذا العالم يعرفه، ولا داعي لأن نقول أنه وسائل الإعلام لا توصله. الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وكل الدول المنتشرة في المنطقة تعرف حجم الدمار الموجود في قطاع غزة وتعرف ما تمارسه إسرائيل، وبالتالي أعتقد أن التحليل المنطقي لمثل هذا الأمر أو فلسفة هذا الأمر تذهب بنا باتجاه أن نقول أن هنالك مشروعا حتى أكبر من إسرائيل نفسها، لكن الأداة المنفذة لهذا المشروع هي إسرائيل. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي رأس الحربة في التنفيذ. صحيح أن هناك من يدفع الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه هذه السيطرة أو باتجاه تنفيذ هذا المشروع، إذا ما قلنا أن هنالك فئات مسيطرة في المجتمع الأمريكي أو في الداخل الأمريكي متنفذة، ولكن من يقود هذا المشروع برمته هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تسعى إلى تنفيذ مخطط في الشرق الأوسط. هذا المخطط هو كل متكامل، جزء منه إسرائيل وجزء منه ما يجري في قطاع غزة وجزء منه يربط المنطقة بدول شرق أوسطية وبغيرها، وبالتالي أعتقد أن الموضوع أكبر من ذلك، يأتي في إطار صراع عالمي، وما عاد يقتصر على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي نعتاد عليه أو الذي اعتدنا عليه خلال سنوات يعني سابقة أو ماضية. نعم. مع الحالة الصحية التي ظهر عليها الرئيس جو بايدن المرشح للانتخابات المقبلة، والحديث اليوم عن إصابته بفيروس كورونا ثم تلويحه إلى أنه ربما لا يترشح في الانتخابات إذا لم تستقر حالته الصحية، هناك إشارات إلى أن كمالا هاريس نائبة الرئيس يمكن أن تكون هي المرشحة عن الحزب الديمقراطي. كيف تنظر في هذه الحالة إلى صعود كمالا هاريس إلى سدة الحكم، وخاصة في ظل مواقفها المعروفة عن القضية الفلسطينية؟ يعني بداية أعتقد أنه حتى بايدن نفسه لم يكن موفقا في طروحاته تجاه ما يحدث في فلسطين مطلقا، وعلامات الخرف والكبر والأخطاء التي كانت تحدث دائما في مؤتمرات الصحفية تنم عن أن هنالك صحة جسدية أو صحة عقلية بات يعاني منها الرئيس، وبالتالي ربما يفقد صلاحيته للترشح للانتخابات الأمريكية. أعتقد أنه أيضا هذا يأتي بضغوط ربما من الحزب الديمقراطي الذي ما عاد يرى في بايدن نفسه أنه يعبر عن الوجود الديمقراطي المتماسك في ظل الاستبيانات التي تقول أن البون واسع ما بين ترامب وما بين بايدن، وتحديدا في بعد محاولة اغتيال ترامب والتي يعني أعطت نوع من الدعم لترامب، وفي ظل يعني حتى ربما الدعم الإسرائيلي الخفي لترامب الذي يراهن عليه بنيامين نتنياهو. أما نائبة الرئيس الأمريكي وما قالته تجاه القضية الفلسطينية، سواء كانت هذه المواقف في بعضها سلبي وفي بعض منها ربما كانت متقدمة على بايدن بكثير، أعتقد أنه ربما يكون هنالك فكفكة للأمور في حال فوزها أو حلحة للأمور في حال فوزها. أعتقد أنه إذا ما نجح مرشح الحزب الديمقراطي بغض النظر عمن سيكون الوضع مختلفا، لأنه وجود رئيس جديد في الساحة يعني حتما سيدعم إسرائيل، لأنه لن يكون هنالك عليه ضغوط عالمية مثلما كانت في الفترات السابقة على الرئيس الأمريكي الموجود. العلاقة الموجودة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وربما عبر هذه الشاشة أكدت عليها مرارا وتكرارا، أنها علاقة ليست بين رئيس وآخر، بمعنى ليست بين بايدن ونتنياهو، هي بين إدارتين، إدارة أمريكية ترى في نفسها دولة حاكمة لإسرائيل ولا ترى إسرائيل نفسها دولة مستقلة يعني بالبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي العلاقة هي علاقة استراتيجية في أحد الأبعاد وعلاقة إيديولوجية في أحد الأبعاد الأخرى، وبالتالي سواء أتى من أتى من الحزب الديمقراطي ربما هذا يدفع باتجاه التغيير، لأن الحزب الديمقراطي أخذ فترة الرئاسية السابقة. أما بالنسبة للمرشح الجمهوري أعتقد سيكون الدعم أكثر بالنسبة لإسرائيل، مع العلم أنه إذا ما نظرنا للتاريخ الأمريكي نجد أن الديمقراطيين قدموا دعما ماديا لإسرائيل أكثر خلال سنوات حكمهم، وتحديدا الرئيس باراك أوباما وكلينتون الذي كان يلقب برجل السلام، وهو أصلا من أصدر قرار فكرة نقل السفارة إلى القدس، والذي نفذه فيما بعد الرئيس ترامب. نعم. إذا عدنا مرة أخرى إلى تطورات المباحثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل أبلغت الوسيطين المصري والأمريكي برفضها للمقترح الأمريكي الخاص بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا على ما كان فيه من عيوب حتى بالنسبة للجانبين الفلسطيني
والمصري رفضته إسرائيل، والقاهرة بالتالي أجلت المباحثات، أعلنت عن تأجيل المباحثات. كيف تنظر إلى هذه التطورات؟ يعني هذا الأمر لا يتم النظر له إلا بأنه إسرائيل هي تريد أن تخلق واقعا جغرافيا أولا مختلف عن الشكل الذي كانت به المعابر في قطاع غزة، وبالتالي هي تريد نقل المعابر إلى مناطق أخرى، وربما كرم أبو سالم، ربما غيرها، ربما تفتح معابر جديدة. ولكن محور فيلادلفيا تحديدا تريد أن تحكم إسرائيل السيطرة عليه، هذا من جهة. الفكرة الأخرى أن إسرائيل دائما تتذرع بأي ذريعة وبأي وسيلة وبأي طريقة لتنفيذ أمر ما، ربما يكون هذا الأمر غير معلوم للمحلل أو للقارئ، ولكنه حتما هو أمر خفي تريد إسرائيل تنفيذه. هناك نقطة أخرى لابد من الإشارة إليها، أن إسرائيل تريد ربما أن تفتح معبر رفح في أحد الأوقات أو في أحد الأحيان، ولكن هي تريد أيضا سيطرة مختلفة عن السيطرة الفلسطينية التي كانت موجودة على معبر رفح، سواء كانت في 2005 أو ما بعد حكم حماس في قطاع غزة، وبالتالي تريد إدارة مختلفة يعني للمعابر. رشح يعني تسريبات ما أن إسرائيل يعني اعتقدت أنه بالإمكان عودة السلطة الفلسطينية، ولكن بلباس غير رسمي، بزي غير رسمي إلى آخره، وربما هذا عقد الأمور بشكل أو بآخر. القاهرة أيضا معنية بأن يكون هنالك ما بينها وما بين قطاع غزة ربما تواصل جغرافي، لأنه هي دولة يعني محاذية لقطاع غزة ودولة ذات نفوذ إقليمي وثقل إقليمي، وبالتالي ربما حتى المصريين لم يكونوا أو لم يكن الرضا لديهم واسعا تجاه معبر رفح، وبالتالي إسرائيل دائما تبحث عن خرق ما أو عن شيء ما لتجد لنفسها عذرا أمام مصر أو لتجد نفسها عذرا أمام العالم للقول أن هذه الصيغة لا ترضي إسرائيل أبدا. لكن على أرض الواقع أعتقد تماما أن إسرائيل تبحث عن مكان آخر يكون بديل لمعبر رفح، أو أن يصار إلى تسيير أو تشغيل معبر رفح بطريقة مختلفة عما كان خلال 20 سنة الماضية. هذه الطريقة إذا ما أعجبت إسرائيل، وهذه الطريقة إذا ما نالت يعني ربما يعني رضا إسرائيلي، ربما يتم التحكم بالمعابر بطريقة أو بأخرى. لكن على أرض الواقع أعتقد أن إسرائيل تريد تغييرا جغرافيا، ولا تريد أن يكون معبر رفح يعني بشكله الماضي أو بطريقة إدارته الماضية. وماذا عن الغرض الأمني للحديث عن نقل المعبر إلى منطقة معبر كرم أبو سالم؟ يعني أعتقد أن إسرائيل هي تريد أن تكون المتنفذ الوحيد، ولا تريد أن يكون هناك اتصال ما بين مصر وقطاع غزة. يعني مصر ينظر إليها في العلاقة مع إسرائيل على أنها اعتبار دولة، على اعتبارها دولة قوية لها نفوذها، لها سيطرتها، لها امتدادها أيضا في قطاع غزة. وكلنا نعرف أن القيادة المصرية ومصر كدولة إقليمية كان لها تأثير واضح في السياسة في داخل إسرائيل وفي الجوار، عفوا مع قطاع غزة وبجوار قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أن إسرائيل تريد أن تصير أو تحول قطاع غزة إلى ما هو حادث في الضفة الغربية تماما، بأن تكون هي المتحكم الأول والأخير بالمعابر، وأن تكون الأطراف الأخرى هي مجرد أطراف يتم الوصول إليها بعدما يتم التفتيش وبعدما يتم التحكم بالمعابر إسرائيليا، كما يجري مثلا على معبر الكرامة. نحن نعم نمر عبر المعبر الفلسطيني، ولكن بالنهاية الإسرائيليين يتحكموا بإغلاق المعبر في الوقت الذي يريدونه أو في أي شكل هم يقتنعوا به. النقطة الأخرى أن امتداد معبر رفح الجغرافي ربما هو 14 كيلومتر أو يزيد، وهذا بالتالي يعني ربما إسرائيل تعتقد أنه مؤثر على إمكانية التواصل ما بين قطاع غزة ومصر من خلاله، وربما تجري عمليات تهريب من تحت أو من جانبه أو إلى آخره. هي تريد أن تحصر الأمور في معبر تسيطر عليه بشكل رسمي، وتبعد أيضا أي اتفاقيات سابقة. إذا ما نجحت إسرائيل في تغيير موقع معبر رفح أو نقل الأمور إلى معبر كرم أبو سالم، تكون قد تحلت من الاتفاقيات التي كانت موجودة في 2005 وما قبل 2005، وبالتالي تكون إسرائيل قد نفذت ما تصبو إليه وغيرت حتى في مضمون هذه الاتفاقية التي وقعت فيما سبق مع السلطة الفلسطينية، وبالتالي تكون إسرائيل قد أنجزت جغرافيا على الأرض وأنجزت سياسيا في مجال تغيير حتى العلاقات مع الجوار وتغيير الاتفاقيات المعقودة سابقا مع السلطة الفلسطينية.